بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الأزهر الحلوين، أهلا وسهلا بكم يا طلاب اليوم، زملاء الغد، أحلى وأجمل دكاترة أزهريين في المستقبل إن شاء الله. الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو أهل الحمد، ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا، صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولى ثانوي حلوين، وحشتونا. النهارده ان شاء الله يا ولاد معانا مراجعات ليالي الامتحان، هنحل ان شاء الله شباب مع بعض 5 امتحانات شامله من امتحانات الثانويه الازهريه للصف الاول الثانوي، تمام؟ طيب يلا بينا يا جماعه على بركه الله، بعد دعاء المذاكره، يا رب نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، بسم الله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ركز معايا، الاسئله مهمه جدا 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 بتتكرر كتير، بسم الله. امتحان يا ولاد القاهره 2023 السنه اللي فاتت، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا دكتور كده نشوف الامتحان عامل ازاي، واحنا بفضل الله بعد ما رجعنا هيبقى الموضوع عامل ازاي معانا في الحل يعني. ويا شباب الناس اللي ما تعرفش ولا كلمه في المنهج، ما فيش اي مشكله خالص يا ولاد، الشرح بالكامل موجود هنا على القناه، ومجمع لكم الشرح كله في محاضره واحده، تقدر تسمعها وتلم المنهج بالكامل ان شاء الله، ولما تذاكر تعالى بقى اسمع الحل، تمام؟ يلا بينا يا دكاتره، بسم الله. السؤال الاول اختر، يقول لك ايه القاعده النيتروجينيه التي لا توجد. ركز يا دكتور في الفخ لانه ساعات بيحب يوقعك كتير جدا. يقول لك ايه لا توجد، يعني يا ولاد مش موجوده، لا توجد في الحمض النووي ار ان اي. حضرتك عندك نوعان من الاحماض النوويه، الدي ان اي دي اوكسي ريبو نيوكليك اسيد، الحمض النووي الريبوزي منزوع الاكسجين، والار ان اي الريبو نيوكليك اسيد او الحمض النووي الريبوزي العادي. قال لك يا دكتور قاعده نيتروجينيه لا توجد يا ولاد في الار ان اي. حضرتك عارف يا دكتور ان الدي ان اي يا ولاد في 4 انواع من القواعد، وكذلك الار ان اي في 4 انواع من القواعد. قال لك يا دكتور القواعد اللي موجوده في الدي ان اي هم الادينين، الجوانين، السيتوزين، والثيامين، التي يا ولاد. قال لك يا دكتور هذه التي لا توجد الا في الدي ان اي، التي في الدي. لكن يا جماعه الار ان اي في ادينين، في جوانين، في سيتوزين، ولكن المختلفه بينه وبين الدي ان اي اليوراسيل. يبقى يا ولاد اللي بيميز الدي ان ايه الثيامين، اللي بيميز الار ان ايه اليوراسيل. سؤال مشهور جدا في اولى وفي ثالثه ثانوي. طيب بسم الله، ايه بقى اللي مش موجود في الار ان ايه؟ تقول لي يا دكتوره والله الار ان ايه في ادينين، جوانين، سيتوزين، يوراسيل، بس مش موجود فيها دكتور ثيامين. يبقى يا جماعه الثيامين لا توجد في الار ان ايه. طيب السؤال الثاني يقول لحضرتك من امثله اللايبيدات المشتقه. يا دكتور انا عارف كويس ان اللايبيدات بتكون لايبيدات بسيطه ومعقده ومشتقه. المشتقه ولا تشتق بالتحلل المائي لكل من اللايبيدات البسيطه والمعقده، زي مين؟ عندك مثالين، الكوليسترول والاسترويدات، تمام؟ قال لك يا دكتور استرويدات صح يا ولاد، فوسفولايبيدات لا دي معقده، الدهون والشموع دول يا جماعه اللايبيدات بسيطه. يبقى حضرتك اللايبيدات المشتقه زي ايه؟ زي الاسترويدات. جميل. طيب الصيغه العامه يا ولاد سي اتش 2 او باي ان تعبر عن ايه؟ تقول لي يا دكتور دي الصيغه العامه للكربوهيدرات وليس الدهون ولا البروتينات ولا الكوليسترول، ده يا جماعه الكربوهيدرات سي اتش 2 او يا ولاد باي ان. يعني ايه؟ يعني مثلا خد عندك سكر سداسي الكربون، هتلاقي دكتور السي ب6، يبقى الاتش على طول ب12، يبقى الاو زي السي ب6 يا ولاد، سي 6 اتش 12 و6، تمام؟ حلو جدا. طيب تعال قارن بين كل اثنين مما ياتي. يقول لك يا دكتور قارن بين الكازين والهيموجلوبين. استنى كده، كازين يا ولاد وهيموجلوبين الاثنين بروتينات مرتبطه مش بسيطه، لان يا ولاد احنا عندنا في المنهج بتاعنا البروتين اما بسيط واما مرتبط. البسيط يا دكتور يعني احماض امينيه فقط، لكن مرتبط يعني احماض امينيه وحاجه كمان معاها. فقال لك يا دكتور الكازين ده هو عباره عن احماض امينيه شباب بلس، تعرف شاطر، فوسفات، والهيموجلوبين عباره عن احماض امينيه بلس حديد. يبقى يا جماعه انواع الذرات اللي في الكازين ايه؟ تقول لي حضرتك والله سي واتش واو وان وكمان بي، لكن في الهيموجلوبين سي واتش واو وان وكمان اف اي. ده يا جماعه التركيب بتاع الكازين والهيموجلوبين، كلاهما بروتين مرتبط. يتكون الكازين من احماض امينيه وفوسفور، يبقى الذرات اللي داخله في الكازين سي اتش او ان بي، اما الهيموجلوبين احماض امينيه وحديد، يبقى سي اتش او ان وحديد يا ولاد اللي هو اف اي. تاخد باذن الله الفول مارك. طيب تعال عمليه البناء وعمليه الهدم من حيث التعريف، سهله جدا يا شباب. احنا اخذنا الايض او التمثيل الغذائي يا ولاد عباره عن عمليتين، بناء وهدم. ما هو البناء وما هو الهدم؟ بكل بساطه تقول لي حضرتك البناء عمليه استخدام المركبات البسيطه اي المونيمرات لبناء مواد
أكثر تعقيدا تسمى بوليمرات. وهذه العملية يا أولاد تستهلك طاقة ولا تنتج طاقة؟ لا يا دكتور، البناء بيستهلك طاقة، تستهلك طاقة. طيب على العكس يا جماعة، على النقيض يعني، الهدم هو عملية كسر أو تكسير الروابط الكيميائية بين ذرات المركبات الكبيرة أو البوليمرات لكي تستفيد منها الخلية، وهذه العملية تنتج طاقة. تمام، حلو جدا. عايز بقى تاخد الفورمورك كده وانت حاطط رجل على رجل، قول له مثال. تقول لي مثلا يا دكتورة مثال على البناء، بناء الجلايكوجين يا ولاد، سكر معقد من الجلوكوز داخل خلايا الكبد والعضلات في الإنسان. ماشي، طيب مثال على الهدم، تقول لي حضرتك التنفس الخلوي في الخلية، هدم أو حرق الجلوكوز لإنتاج الطاقة. كلام ممتاز جدا جدا جدا. طيب بعد كده يا ولاد مصطلح علمي، يقول لحضرتك عضي له دور في تكوين خيوط المغزل اثناء الانقسام الخلوي. يا دكتوره، اللي بيكون خيوط المغزل اثناء الانقسام الخلوي عشان تسحب او تفصل الكروموسومات او الكروماتيدات عن بعضها، الا وهو يا شباب الجسم المركزي. الجسم المركزي، وعشان بيحب البتاع ده في الامتحان قوي، ممكن يقول لك على الجسم المركزي ده هو سنترو سوم. جماعة سنتر يعني مركز، وسوم يعني جسم، واخد بالك انت؟ طيب، او سنتريولين، لان حضرتك الجسم المركزي عبارة عن سنتريولان. تمام، حلو قوي، زي الفل. طيب ايه كمان؟ قال لك يا دكتور نسيج حيواني ذو مادة بنخلوية صلبة. بس يا دكتور، انا عارف ان النسيج اللي فيه مادة بنخلوية صلبة هو حضرتك النسيج الضام الهيكلي. تمام، بيحتوي على مادة بنخلوية صلبة زي مثلا اللي موجود في العظام والغضاريف، نسيج ضام هيكلي. تمام، زي الفل، يترصف فيها الكالسيوم عشان تدي صلابة. كويس، ميكروسكوب قوة تكبيره تصل ل 1500 مرة. يا دكتور ده قوة تكبير صغير قوي قوي، ده الميكروسكوب الضوئي. اكتر من 1500 تصبح الصورة غير واضحة. يقول لك مثلا علل او فسر اذا تم استخدام قوة تكبير، او يعقد لك السؤال اكتر، يقول لك مثلا ميكروسكوب ضوئي به عدسه عينيه 200 تكبيرها 200 وعدسه شائيه تكبيرها مثلا 10، يبقى كده دكتور قوه التكبير كام؟ تقول له حضرتك 200 في 10 ب 2000. ما نعرف بقى القانون كويس. جماعه، هل الصوره اللي متكبره 2000 مره بتكون واضحه؟ لا يا دكتور، بتكون غير واضحه، لان حضرتك اكتر من 1500 مره في الميكروسكوب الضوئي تصبح الصوره غير واضحه. به يا ولاد، صوب ما تحت الخط بسم الله. يختزن السليلوز في خلايا الكبد والعضلات. يا دكتور، السكر المختزن في الانسان والحيوان في خلايا الكبد والعضلات الا وهو الجلايكوجين وليس السليلوز. امال النبات بيخزن ايه؟ عشان لو اقول لك مثلا في البلاستيدات البيضاء او عديمه اللون، تقول له حضرتك النشا في النبات. يبقى يا جماعه سكر مخزن في الانسان والحيوان الجلايكوجين. سؤال في الامتحان كده كده، سكر مخزن في النبات النشا. طيب تعال، تغطى اوراق النباتات الصحراويه بالدهون. لا يا دكتور، تغطى بماده اسمها الكيوتين، يعني حضرتك بالشموع. الشموع ولاد، او الكيوتين. تمام، او اسمه الثالث يا جماعه كيوتيكل. طيب بعد كده ولاد، ماذا يحدث في الحالات الاتيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك يا دكتوره، واحد عدم احتواء الكبد على شبكه اندوبلازميه ملساء. اوب 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 اوب، ده يا جماعه من اكتر الاعضاء اللي فيها شبكه ملساء الا هو الكبد. ليه؟ لانها دكتور بتساهم في تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين، تخزين الجلوكوز على صوره جلايكوجين. كمان يا ولاد، تساهم في تحويل السموم الى مركبات غير سامه. فماذا لو قلت الشبكة الملساء في الكبد؟ تقول لي حضرتك يا دكتور، لو قلت الشبكة الاندوبلازمية الملساء في الكبد، لا يستطيع الكبد أو خلايا الكبد تخزين الجلوكوز على صورة الجلايكوجين، وأيضا لا يتم تحويل السموم إلى مركبات غير سامة. تمام، حلو. طيب اتنين يا شباب، بسم الله، استبدال مجموعة، يعني اشطب من دي، مجموعة الألكايل R في حمض اميني بمجموعه اخرى. يعني حضرتك شلت الار وحطيت مجموعه تانية، مثلا كربوكسيل او امين. تقول له حضرتك والله يتلف او يحدث تلف في تركيب الحمض الاميني، لان مجموعه الالكايل ار مميزه للحمض الاميني، فلو تم استبدالها بمجموعه اخرى يتغير تركيب الحمض الاميني. تمام. طيب ثلاثة، ارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المثلى لنشاط الانزيم. يا دكتورة، حضرتك عارف ان الانزيم ده هو له درجة حرارة مثلى يا ولاد، يعمل عندها بأقصى كفاءة. ماذا لو قلت درجة الحرارة؟
كويسه شويه. يعني يا دكتور لو بقى ابرد، لو الوسط يا جماعه بقى بارد، قال لك يا دكتور الانزيم هيوقف عمله بس لما تسخن يرجع يشتغل. اما لو ارتفعت درجه الحراره عن المثلث ده يا جماعه، سؤال في الامتحان، اما اقول لك ارتفعت او انخفضت. يا دكتور لو رفعت تقول لحضرتك يقف عمل الانزيم للابد ولا يعود مره اخرى، مش هيرجع تاني. ليه؟ لان حضرتك التركيب بتاعه البروتين نفسه يا جماعه بيحصل له مشكله. خلاص حلو قوي زي الفل. يبقى دكتور يقف نشاط الانزيم، واذا تم او اذا انخفضت الحراره مره اخرى لا يعود الانزيم لنشاطه الطبيعي. طيب زي الفل. تعال حضرتك على ب، استخرج الكلمه غير المناسبه فيما يلي. يقول لك يا دكتور فركتوز وجالكتوز وملتوز وريبوز. استنى كده يا دكتوره، ده الفركتوز ده سكر احادي، والجلاكتوز ده سكر احادي، مركز يلا، والريبوز سكر احادي، لكن الملتوز يا ولاد سكر ثنائي. يبقى يا جماعه كلهم سكرات احاديه ما عدا الملتوز. تختار حضرتك الملتوز وتقول له اللي بيربط بين الباقي ان كلهم يا جماعه سكريات احاديه. تمام حلو قوي. طيب اتنين يا جماعه، النسيج البرانشيمي، النسيج الكولانشيمي، النسيج العصبي، النسيج الاسكلارانشيمي. استنى يا دكتوره، ده النسيج البرانشيمي والكولانشيمي والاسكلارانشيمي كلهم انسجه نباتيه، لكن حضرتك النسيج العصبي ده نسيج حيواني موجود يا جماعه في الانسان والحيوان. تمام حلو قوي. يبقى دكتور كلهم انسجه نباتيه ما عدا النسيج العصبي. طيب اربعه، اكتب اثنين فقط من مبادئ النظريه الخلويه. يا سلام، بس كده جميع الكائنات الحيه يا دكتور تتكون من خلايا سواء منفرده او متجمعه. يعني الكلام ده يعني حضرتك الخليه هي الوحده البنائيه او التركيبيه للكائن الحي. طيب دي يا دكتور بالنسبة لي الوحدة التركيبية. اتنين يا ولاد، الخلية هي الوحدة الوظيفية الأساسية في أجسام الكائنات الحية. طيب تلاتة، قال لك يا دكتورة جميع الخلايا تنشأ من خلايا أخرى كانت موجودة من قبل. ده يا جماعة مبادئ النظرية الخلوية، احفظوهم صم يا ولاد، كده كده في الامتحان هيجي لك سؤال عليها، احفظها صم. طيب بيه يا اولاد، علل تغطي الانسجه الطلائيه سطح الجسم من الخارج. تقول له يا دكتور استنى، اللي بيغطي سطح الجسم من بره البشره يا شباب، الا وهو النسيج الحرشوفي المصفف. انت اتعلم فكر في الامتحان، يعني كده شوف اللي بيغطي بعد كده شوف بيعمل ايه. طيب بيعمل ايه بقى؟ قال لك يا دكتور والله بيعمل وقايه، وقايه الخلايا التي يكسوها من الأذى والجفاف والميكروبات. مين ده؟ ده دكتور النسيج الطلائي اللي بيغطي بشرة الجلد، بيقي الجلد من الأذى والجفاف والميكروبات. يعني حضرتك بيشتغل مناعة بالنسبة لجسم الإنسان. طيب زي الفل. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور اذكر وظيفة كل من، واحد نسيج الخشب في النبات. يا سلام، ده حضرتك الخشب في النبات ده هو بيشتغل شغلانات كتير. اولا يقوم بنقل الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق. تاني حاجة دكتور يقوم بتدعيم النبات، وعشان تاخد الفول مارك وانت مطمن كده وحاطط رجل على رجل تقول له يقوم بتدعيم النبات، لأن الخشب أو خلايا الخشب هي خلايا ملجننة مرسب فيها مادة اللجنين، واللجنين ده مادة صلبة، إذا يقوم بتدعيم النبات. ده يا جماعة بالنسبة لي الخشب. طب تعالى على الحمض النووي ار ان اي. قال لك يا دكتور والله الار ان اي دهوت ده يا جماعة يساهم في بناء البروتين في الخلية. وحضرتك البروتين في الخلية دكتور ده هو بيساهم في واحد، ظهور الصفات الوراثية في أجسام الكائن الحي. لأن يا ولاد أي صفة وراثية في جسم حضرتك اللي بيعبر عنها واللي بيجيبها أصلا بروتين. تاني حاجة يا دكتور تنظيم الأنشطة الحيوية في جسم الكائن الحي، لأن البروتين يا دكتورة في الخلية مهم جدا جدا، بيساهم في إتمام الأنشطة الحية في جسم الكائن الحي. يبقى يا جماعة تحكم في بناء البروتين أو تصنيع البروتين في الخلية، وبالتالي تحكم في ظهور الصفات الوراثية، وكمان تنظيم الأنشطة الحيوية في الخلية. زي الفل. ده أولاد بالنسبة لي امتحان القاهرة 2023 اظن سهل جدا جدا، اللي مذاكر بس يعني ها اللي معدي على المنهج قرائي حلو ان شاء الله. طيب يلا دكتور على الامتحان اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الجيزه 2023، عبر بمصطلح علمي مناسب. واحد، اتحاد المونيمرات لتكوين بوليمر. قال لك يا دكتوره مونيمر جنب مونيمر جنب مونيمر جنب مونيمر، اول حصه في المنهج يا دكتوره المقدمه. قال لك يا دكتور هذه العمليه تسمى عمليه البلمره. تمام. طيب بروتين مرتبط، ركز بقى، بروتين مرتبط يتكون من احماض امينيه مرتبطه مع الحديد. شايف امتحان على التوالي رقم 2 عايز فيه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يبقى يا جماعه نهتم جدا جدا في الامتحان، ركز معايا بالبروتين المرتبط.
زي الهيموجلوبين زي الكازين وهكذا. طيب تعبير عن تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول يا اولاد، تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول يسمى الهيدروجيني البي اتش يا اولاد، كلام ممتاز. طيب نسيج يتكون من اكثر من نوع من الخلايا يا دكتور، النسيج اللي فيه مثلا اوعيه وقصيبات وخلايا برانشميه او انبوبه غربليه وخلايا مرافقه. قال لك يا دكتور النسيج اللي فيه اكثر من نوع من الخلايا اسمه يا جماعه نسيج معقد او نسيج مركب مش بسيط، تمام؟ عشان فيه اكثر من نوع من الخلايا. طيب خمسه شباب بسم الله، نسيج غير حي يا اولاد. يعني ايه غير حي؟ يعني حضرتك خلايا ميته. يعني ها ممكن اخمن السكلرانشيمي مثلا، كمل كده، تغلظ جدر خلاياه باللجنين والسيليلوز. والله 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 سكالارانشيمي يا دكتور، ورجل على رجل النسيج السكالارانشيمي. اول حاجه دكتوره ميت، تاني حاجه فيه ترسبات من السيليلوز، والاهم بقى اللجنين ملجنا. طيب نسيج له القدره على الانقباض والانبساط مسببا الحركه. يا دكتور النسيج اللي بينقبض وينبسط وبيختلف عن اي نسيج تاني في الوظيفه بتاعته، الا وهو النسيج العضلي. النسيج العضلي يا اولاد، نسيج له القدره على الانقباض والانبساط، كلام ممتاز. طيب وضح بالرسم والبيانات تركيب خليه عصبيه، مهم جدا 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 جدا. تقول له يا دكتور والله اول حاجه فيها راس عامله ازاي؟ قال لك يا دكتور عامله كده اهو كده يا اولاد، اتدربوا على رسمها كويس جدا عشان ممكن تجي لك في الامتحان يقول لك ارسمها، ماشي؟ قال لك يا دكتور ده اهو راس او جسم خليه عصبيه، جواه حضرتك النواه، ده النواه ماشي. هنا يا جماعه السيتوبلازم او بيسموه يا جماعه نيورو بلازم. قلت لحضرتك كلمه نيورو يعني عصب، واخد بالك انت؟ طيب هنا يا جماعه كده زوائد في الراس بتاع الخلايا بيسموها زوائد شجيريه، تمام؟ طيب بعد كده ولاد المحور محور الخلايا العصبيه ماشي. مش بس كده، ده حضرتك المحور مغلظ بصفائح ميلين، صفائح ميلين. تقول له يا دكتور ده صفائح ميلين، تمام؟ عشان ينتقل السيال العصبي بسرعة عبر المحور. طيب آخر حاجة دكتور بتنتهي أو بينتهي أولاد المحور به تفرعات نهائية، تفرعات نهائية مهم جدا جدا يا جماعة. يبقى أولاد رسمة الخلايا العصبية غالبا هتجيلك في الامتحان او سؤال عليها، ماشي؟ طيب تعال بسم الله اذكر وظيفه كل من، يلا يا دكتور نذكر. قال لك اولا الميتوكوندريا، تقول له حضرتك الميتوكوندريا ده عضو انتاج الطاقه في الخليه. ليه يا دكتور بتقول كده؟ قال لك لان بيحصل جواها، اكتب الكلام ده، تنفس خلوي اي انتاج الاي تي بي. يا دكتور اهميه الميتوكوندريا مهم جدا جدا. طيب بعد كده الريبوسومات، قال لك الريبوسومات هي عضيات تصنيع البروتين في الخليه. موجوده فين؟ قال لك يا دكتوره موجوده على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، تساهم في تصنيع البروتين في الخليه. زي الفل. طيب الجسم المركزي، لسه قايلين حاجه كده عنه في الامتحان اللي فات، كان جالك في المصطلح، هنا جالك في الوظيفه. فيا جماعه الجسم المركزي في الامتحان مهم جدا، والبلاستيده في الامتحان مهم جدا، والنواه في الامتحان مهم جدا، والميتوكوندريا في الامتحان مهم جدا، وعضيات تصنيع البروتين في الخليه جدا جدا مهمه، اللي هي الريبوسومات، الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، والحويصلات الافرازيه والنقل. زي الفل. فدكتور الجسم المركزي اول حاجه يقوم يا اولاد بتكوين خيوط المغزل اللي بتعمل ايه؟ قال لك يا ترى خيوط المغزل ده ايه اللي بتساهم يا جماعه في انفصال الكروموسومات اثناء الانقسام الخلوي. يعني حضرتك بتفصل الكروماتيدا عن الكروماتيدا او الكروموسوم عن الكروموسوم، تمام؟ ايه كمان؟ قال لك تقوم بانتاج او بتكوين الاصوات والاهداب في الخلايا المتحركه. يعني يا اولاد يعني حضرتك مثلا عندك خليه كده اهو بتتحرك يا اولاد باهداب او باصوات. قال لك اللي بيكون الاصوات والاهداب الجسم المركزي في الخلايا المتحركه لكي تتمكن من الحركه. ده يا جماعه وظيفتي الجسم المركزي، خيوط المغزل والاصوات والاهداب. يعني يا جماعه بيساهم في انقسام الخليه وحركه الخليه. طيب اللي بعده يا شباب بسم الله، وضح بالرسم يا جماعه. امتحان الجيزه ده يا اولاد امتحان الجيزه جاي فيه رسمتين، وضح بالرسم، وضح بالرسم، بيحبوا الرسومات في الازهر ماشي. وضح بالرسم يا دكتور والبيانات تركيب خليه نباتيه. يا سلام يا سلام يا سلام، تعالى لي. قال لك حضرتك والله الخليه النباتيه، نجيب الاخضر بقى يا شباب علشان نبدا نبدع في الرسمه كده اهوت. وتقول له يا دكتور والله الخليه النباتيه اصلا
بتكون عبارة عن الآتي: أولا جدار خلوي. لا لازم نتخنه صراحة، لأن هو جدار خلوي يا شباب سيليلوزي بيكسب الخلايا النباتية دعامة وقوة. جدار صلب يا أولاد، جدار سيليلوزي صلب. داخل الجدار الخلوي يوجد غشاء بلازمي. يبقى يا جماعة ده هو جدار خلوي، ده هو غشاء بلازمي. بعد كده يا جماعة النواة، اهو نواة. لا تنسى، مهم جدا 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 للصبح، الفجوة العصارية كبيرة الحجم اللي في الخلايا النباتية. تقول لحضرتك دي فجوة عصارية. طيب ايه كمان؟ قال لك مهم جدا جدا برضو البلاستيدة الخضراء بهذا الشكل يا دكتور، اكراس الجيران. تقول لحضرتك ده ايه البلاستيدة. طيب في غاية الأهمية الميتوكوندريا، عضي تصنيع الـ ATP، الباور فاكتوري أو عضي تصنيع الطاقة في الخلية، الميتوكوندريا. فدي يا ولاد كده ميتوكوندريا. بعد كده يا ولاد الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، هتلاقيها كده جنب النواة وعليها الريبوسومات، نقطها كده. تقول لحضرتك دي كده الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، تمام. وهنا دكتور كده واحدة ما فيهاش ريبوسومات، تقول يا دكتور ده هات الملساء. ايه كمان؟ قال لك يا دكتورة عندك جسم جولجي. ايه كمان؟ قال لك هتلاقي اللايسوسومات. تمام، اكتب الحاجات المشهورة المعروفة ان شاء الله تاخد الفول مارك، ولكن اهم حاجة توضح الحاجات اللي بتميز الخلايا النباتية زي الجدار الخلوي، لانه مش موجود في الحيوانية، زي البلاستيدة، واخد بالك انت؟ زي الفل. طيب ماذا لو حضرتك رسمت فيها عضية كده قلت له ده هو الجسم المركزي؟ يديك صفر. ليه؟ لان يا دكتور الخلية النباتية ما فيهاش جسم مركزي. خلاص، حلو جدا هذا الكلام، ماشي. تعال بقى قارن بين كل من الملتوز والسكروز من حيث التركيب. تقول لي يا دكتور استنى كده، ملتوز وسكروز، ده الملتوز ده هوت بيسموه جماعة سكر الشعير، سكر ثنائي. السكروز سكر القصب، سكر ثنائي. طيب التركيب ايه بقى؟ قال لك الملتوز عبارة عن 2 جزيء جلوكوز، ماشي كده. طب السكروز عبارة عن جزيء جلوكوز زائد جزيء فركتوز، ماشي. ده دكتور بالنسبة لي المقارنة. طب تعالى، اللايبيدات المعقدة واللايبيدات المشتقة. لا استنى بقى، ده كلام كبير. قال لك يا دكتور المعقدة هي عبارة عن لايبيدات يا أولاد يدخل في تركيبها كل من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور. زي مين؟ زي الفوسفو لايبيدات. قال لك يا دكتور تركيبها بيشبه تركيب شاطر الدهون، ولكن مع استبدال الحمض الدهني الثالث بمجموعتي الفوسفات والكولي. اخر حاجه اقول له وظيفه ليها، تقول يا دكتور والله تدخل في تركيب غشاء الخليه مثلا، عشان الغشاء عباره عن طبقتين من الفوسفولايبيدات. زي الفل. طيب تعال على المشتقة. قال لك لا، ده المشتقة يا دكتور بتشتق من اللايبيدات المعقده والبسيطه بالتحلل المائي. زي مين ومين؟ زي الاستيرودات، زي الكوليسترول. وقول له اهميه كل واحده فيهم. قال لك يا دكتور الكوليسترول بيخش في تكوين الغشاء البلازمي، والاستيرودات يا ولاد بتكون الهرمونات او بعض الهرمونات. تمام، ده يا جماعه بالنسبه لي المقارنه بين الاثنين. طيب ثلاثه يا اولاد، قارن بين النيوكليوتيد الدي ان اي وار ان اي من حيث نوع القواعد النيتروجينيه. سهله جدا، تقول له حضرتك والله في الدي ان اي، خليك بقى في الامتحان برنس كده وتعرف تخطط ورقتك وتعرف تكتب كويس، عشان بس ايه تاخد الفول مارك وانت مرتاح كده. لما ورقتك يكون شكلها كويس بتخلي المصحح اللي بيمتحنك او اللي بيعلم لك نفسه مفتوح، يخليك يعني يبقى حنين معاك، حتى لو انت كاتب اجابه نص نص ممكن يعديها لك. تمام، فيا جماعه نعمل كده، هو جدول لطيف دي ان يا اولاد وار ان اي. تقول له حضرتك والله ان هوت نوع القواعد النيتروجينيه، ماشي. في الدي ان يا اولاد تقول له ادينين، تكتب بالعربي طبعا ادينين وجوانين وسيتوزين وثيامين، لكن الار ان اي ادينين جوانين وسيتوزين ويوراسيل. ولو انت بقى كده نجم تقوم عامل له بس كده دايره حوالين اليوراسيل والثيامين. ليه بقى؟ تقول له انا فاهم ان ده الاختلاف، ماشي. حلو، انا مش غاشش، تعبر عن نفسك كده انك شاطر. طيب وضح بالرسم تركيب خليه حيوانيه. يا سلام يا سلام، تقول لي يا دكتور والله خليه حيوانيه، تفرق عن النباتيه، شيل الجدار الخلوي، شيل البلاستيد، بس يا سيدي حط بقى العضيات، يعني غشاء بلازمي ونواه، شبكه اندوبلازميه خشنه وملساء،
ماشي. بعد كده دكتور جسم جولجي ولايسوسوم وميتوكوندريا عضو انتاج الطاقه، وتقول له السيتوبلازم والغشاء البلازمي. علل ما ياتي يغطى ريش الطيور المائيه بطبقه زيتيه، تقول له حضرتك لان الزيت هو عازل للماء فلا يتم تعبئه الريش بالماء، وبالتالي دكتور يصبح الريش دايما خفيف مما يساهم في سهوله حركه الايه الطيور. يعني دكتور ما يخليش الريش يتعبى ميه. طيب يعتبر الالبيومين من البروتينات البسيطه، تقول يا دكتور لان الالبيومين يتكون من احماض امينيه فقط، مفيش يا دكتور اي اضافات. يعني ايه؟ يعني حضرتك كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين بس كده مش اكتر. طيب الانزيمات حساسه للتغيرات الحراريه. يا سلام يا سلام يا سلام، سهله جدا. تقول لحضرتك يا دكتور لان كل انزيم له درجه حراره تسمى دكتور درجه حراره مثلى يعمل عندها باقصى كفاءه، واذا زادت او قلت درجه الحراره يتغير نشاط الانزيم يا ولاد. ماشي، يقل نشاط الانزيم. بس خليك برنس، قوم راسم له علاقه بيانيه، تقول له حضرتك ده هو نشاط الانزيم، او هنا يا جماعه درجه الحراره وهنا نشاط الانزيم. تقول له يا دكتور هنا مثلا كده الحراره المثلى، لو قلت الحراره عن المثلى بيقل نشاط الانزيم، ولو زادت برضه بيقل نشاط الانزيم. والاول بقى الاول يكتب له يا دكتور اذا زادت الحراره ثم نقصت مره اخرى لا يعود الانزيم لحالته الطبيعيه، لانه يحدث تلف في البروتين المكون للانزيم. ولكن اذا انخفضت درجه الحراره، يعني الدكتور عاش في البرد او الحراره ولا قلت ثم عادت الى الطبيعي، يعود نشاط الانزيم مره اخرى، لان الانزيم ما زال البروتين المكون له بخير. تمام. طيب به قارن بين الميكروسكوب الضوئي والالكتروني من حيث نوع العدسات. يلا يا دكتوره كده الجدول بتاعك جميل. تقول لي حضرتك والله الضوئي والالكتروني من حيث، اول حاجه يا دكتور نوع العدسات. والله يا دكتور نوع العدسات في الضوئي، العدسات يا ولاد في الميكروسكوب الضوئي بتكون عدسات زجاجية عشان تعدي الضوء حضرتك، اما في الالكتروني عدسات كهربية، لا كهرومغناطيسية. كلام ممتاز. ايه كمان؟ قالك يا دكتورة قوة التكبير، لا تعال بقى حدث ولا حرج، ده حضرتك في الضوئي قوة التكبير بتاعته اقصى قوة تكبير يا ولاد 1500 مرة، واذا زادت عن 1500 يصبح او تصبح الصورة غير واضحة. طيب بالنسبة للالكتروني قالك لا ده يا دكتور بيكبر مليون مرة واكثر. مين ده؟ ده الالكتروني. كلام ممتاز زي الفل. ده ولاد بالنسبة لي الامتحان الثاني، هي بينا دكاترة على الامتحان الثالث امتحان الدقهلية، اسئلة ولاد في غاية الاهمية، اسئلة امتحانات احتمال كبير جدا تلاقي 10 اسئلة في الامتحان بتاعك من نفس الاسئلة دي، فركز كويس جدا وتعلم ازاي تحل في الامتحان. طيب بسم الله اختر الاجابة الصحيحة. حبيبات يكثر وجودها على سطح الشبكة الاندوبلازمية. يا دكتور الشبكة الاندوبلازمية لما يكون عليها حبيبات بتكون هذه الحبيبات بتكون ريبوسومات. ليه؟ عشان تصنع البروتين. يبقى يا جماعة الريبوسومات، وهتكون هذه الشبكة الاندوبلازمية بقى، قول لي انت خشنة ولا ملساء؟ تقول لي لا دكتور اللي عليها ريبوسومات دي خشنة. طيب من امثله السكريات الثنائيه، يعني يا دكتور سكر عباره عن اتنين سكر احادي، تعال نشوف كده. الجلوكوز لا سكر العنب ده احادي، الفركتوز لا سكر الفواكه ده احادي، الجلاكتوز لا ده سكر يا دكتور اللي بيخش في تكوين اللاكتوز ده سكر برضو احادي، لكن حضرتك السكروز سكر القصب سكر ثنائي عباره عن جلوكوز وفركتوز زي الفل. طيب تختص البلاستيدات الخضراء في الخلايا النباتيه بايه؟ تقول لي يا دكتور بلاستيده يعني بناء ضوئي، بناء ضوئي يا دكتور في النباتات او في الكائنات الحيه ذاتيه التغذيه زي الفل. طيب وحده بناء الحمض النووي، يعني يا دكتور وحده بناء الار ان اي اولاد او الدي ان اي، تقول لي يا دكتور والله كل من الار ان والدي ان اي وحده البناء بتاعهم المونيمر يا جماعه بتاعهم الا وهو النيوكليوتيده، النيوكليوتيده. كلام سهل وبسيط. طيب تعالى لي اذكر مكان ووظيفه كل مما ياتي. السؤال يا جماعه بيتكرر المره الثالثه او الثانيه. يا جماعه الار ان اي موجود فين؟ استنى بقى خليك برنس وقول له كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الار ان اي يا اولاد مكانه في السيتوبلازم، والاول يقول له ولكنه يصنع، شطار يا اولاد، في النواه. يبقى يا جماعه المكان بتاعه انا اديته اجابه اخليه يديني الفول مارك. ايه هي الاجابه؟ يصنع في النواه ثم ينتقل للسيتوبلازم، لان السيتوبلازم هو مكان عمله. اروح اشد سهم من العمل كده اهو، اقول له حضرتك بقى وظيفته بتاع الار ان اي الا وهي انتاج او يساهم في بناء البروتين. هذا البروتين يتحكم فيما بعد في حاجتين، اظهار الصفات الوراثيه والقيام بالانشطه الحيويه في قلب الخليه. تمام زي الفل. طيب تعال على الزيوت يا دكتور. الزيوت ديت من اللايبيدات البسيطه. قال لك والله يا دكتوره مكانها مثلا على ريش الطيور، تغطي ريش الطيور.
الوظيفة تجعل الريش خفيفا ولا تعوق حركة الطير. موجود على الريش حتى لا ينفذ الماء إلى الريش ولا تعوق حركة الطير. طب تعالى النسيج الضام الهيكلي يا دكتور. النسيج الضام الهيكلي ده هو موجود في مكانين في الهيكل العظمي، في العظام والغضاريف. طيب بيعمل ايه؟ قال لك يا دكتور وظيفته وظيفة دعامية يا ولاد. العظام يا دكتور بتدعم جسم الإنسان، كمان تساهم في الحركة، يبقى دكتور دعامة وتساهم في الحركة، والغضاريف يا أولاد تسهل حركة العظام. تسهل حركة العظام ليه؟ لأن حضرتك الغضاريف بتمنع الاحتكاك يا أولاد بين رؤوس العظام. عندك مثلا مفصل فيه عظمتين، قال لك العظمة بتتحرك مع العظمة اللي قصادها، فيا دكتور لما يتحركوا على بعض بينهم غضروف ما يحصلش يا جماعة تآكل للعظام، تمام؟ فيا دكتور هي بتسهل الحركة. طيب المصطلح العلمي بسم الله الرحمن الرحيم، أصغر وحدة بنائية يا أولاد بجسم الكائن الحي يمكنها القيام بجميع الوظائف الحيوية. ده يا دكتور نص من نصوص النظرية الخلوية. ده شباب يقصد بيها الخلية، تمام؟ حلو. حويصلات غشائية مستديرة صغيرة تتكون بواسطة أجسام جولجي وتحتوي بداخلها على إنزيمات هاضمة. يا دكتور اللي فيها إنزيمات هاضمة يا ولاد أنا بقول عليها مية نار، ألا وهي اللايسوسومات. طبعا هي مش مية نار ولكن هي فيها إنزيمات يا ولاد هاضمة بتساهم في قتل أي حاجة هارمة في الجسم. طيب لايبيدات تشتق، بقولك إيه؟ تشتق أو تشتق، هو خلاص قالها لك، قالك الإجابة، من اللايبيدات البسيطة والمعقدة بالتحلل الماء. والله يا دكتور ده اسمها لايبيدات مشتقة، مشتقة. طيب القياس الذي يحدد، اسمع للمرة الثانية في القاهرة والدقهلية، يعني يا جماعة الأسئلة بتاعت الامتحانات أسئلة سهلة وبسيطة، حل بس كده 10 امتحانات خلاص أنت ضمنت إن شاء الله تقفل الحياة. القياس الذي يحدد تركيز آيونات الهيدروجين في المحلول، بس يا دكتور خلاص، ده البي اتش أو الأس الهيدروجيني، زي الفل. طيب نسيج حي، جالك قبل كده النسيج ميت، خدنا يا جماعه الاسكلارانشيمي، تمام؟ لكن دكتور النسيج حي، خلايا اولاد مستطيله بعض الشيء وجذورها مغلظه بماده السيلولوز. قال لك يا دكتور اي جدار خلوي فيه سيلولوز، ولكن لما يكون الجدار يا جماعه مرسب عليه سيلولوز يبقى حضرتك انت في النسيج الكولانشيمي، تمام؟ زي الفل. طيب وضح بالرسم فقط كامل البيانات الخلايا النباتية. عملناها جماعة قبل كده، قلنا دكتور جدار خلاوي غشاء بلازمي ونواة وشبكة اندوبلازمية خشنة وملساء وبلاستيدة مهمة جدا 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 وفجوة عصرية مهمة جدا جدا جدا، نفس اللي فاتت يا ولاد. فجماعة رسمة الخلايا النباتية جات مرتين اهو في الامتحان التالت، واخد بالك انت؟ طيب استخرج الكلمة الشاذة. عندك يا دكتورة نشا سكر معقد، جلايكوجين سكر معقد، سيلولوز سكر معقد، لكن اللاكتوز ده الشاذ، ده يا دكتور عبارة عن سكر ثنائي. يبقى يا جماعة كلهم سكريات معقدة ما عدا مين؟ ما عدا اللاكتوز. فحضرتك تختار اللاكتوز، اعمل كده مربع حواليه وتقول له الباقي سكريات معقده، زي الفل. طيب تعالى بسم الله، من انواع الانسجه الطلائيه البسيطه الحرشوفي والوعائي والمكعبي والعمادي. يا دكتور في كلمه غلط، حرشوفي تمام مفيش مشكله خالص زي الحرشوفي البسيط، والمكعبي البسيط قشطه، المكعبي اللي في الكليه والعمادي اللي في المعده قشطه، لكن حضرتك الوعائي زي الخشب واللحاء ده مش نسيج بسيط، ده نسيج معقد مركب، واخد بالك انت؟ فيا جماعه الكلمه الشاذه هي الوعائي والباقي انسجه بسيطه يا ولاد. طيب تعالى، الماء الكربوهيدرات الدهون البروتينات. يا دكتور كل من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات دي يا جماعه اسماء دروس، واخد بالك انت؟ فيا دكتور دول كلهم بوليمرات ومواد عضويه، لكن حضرتك الماء ده الكلمة المختلفة يا ولاد عنهم. طب تعالى، روبرت هوك، ليفن هوك ميكروسكوباتها، شوان ستارلينج. يا دكتور كل من روبرت هوك وليفن هوك وشوان ساهموا في اكتشاف الخلية والنظرية الخلوية، ولكن حضرتك ستارلينج ده العالم او الكلمة الشاذة يا ولاد. وعشان تبقوا عارفين يا شباب يا حلوين، ستارلينج يا دكاترة ده هو العالم اللي اكتشف الاوكسينات. الاوكسينات ايه هي الاوكسينات؟ قال لك الاوكسينات ده هي الهرمونات اللي في النبات يا شباب، عشان بس تبقوا عارفينها ان شاء الله لحد ثالثه ثانوي، عشان لما تجيلي كده ان شاء الله في كورس ثالثه تقول لي يا دكتور انا فاكر الاوكسينات وستارلينج لما حلينا الامتحان بتاع الدقهليه في اولى ثانوي، اقول لك عاش يلا. طيب زي الفل، ده يا جماعه بالنسبه لي الكلمات الشاذه. طيب بيه يا اولاد علل اللي ما يلي، تحاط خلايا النبات والطحالب يا جماعه والفطريات بجدار خلوي. يا دكتور الجدار يا جماعه الخلوي اسمه جدار يا اولاد سيلولوزي، والسيلولوزي حلوين ماده، سيلولوز ماده صلبه، صح كده؟ حلو. فيا دكتور لكي يقوم بتدعيم
الخلية النباتية أو الطحالب أو الفطريات وإكسابها صلابة وقوة. كمان يا ولاد بيخلي الخلية النباتية لها شكل محدد، مستطيل، دائري، بيضاوي، واخد بالك أنت؟ وإكسابها شكل محدد أو شكل يا ولاد مميز. بس كده؟ مش بس كده، ده قال لك الجدار الخلوي يا دكتور، وده يا جماعة سؤال بيتكرر في امتحانات كتير جدا. قال لك الجدار الخلوي ده يا جماعة جدار منفذ، منفذ لكل من الماء والذائبات، فيا جماعة بيساهم فيه نقل المواد من وإلى الخلية. جدار منفذ يا جماعة، بيعدي أي حاجة. طيب، تخزن اللايبيدات تحت الجلد في الدب القطبي. يا سلام يا سلام يا دكتور، ده هو مثلا عايش في درجة حرارة أولاد 10 تحت الصفر يعيش؟ لا، ما يقدرش يعيش، حضرتك انزيماته تقف. بس يا جماعة المفاجأة ان هو جسمه من جوه سخن. ايه الفكرة؟ قال لك الدهون، الدهون التي تخزن تحت الجلد في الكائنات الحية تساهم في الحفاظ على حرارة الكائن الحي يا ولاد، ولا تتسرب حرارته لكي يظل هذا الكائن الحي حي. تمام، زي الفل. طيب، اذكر وظيفتين من وظائف النسيج الطلائي. يا سلام، بس كده تعالى لي. اول حاجه يا ولاد، امتصاص الغذاء والمواد المهضومه كما في القناه الهضميه، صح كده؟ طيب، ثاني حاجه يا شباب، يكون بافراز المخاط اللي موجود مثلا في الممرات التنفسيه عشان يرطبها. تمام. ثالثا، وقاية الخلايا التي تكسوها من الأذى والجفاف والميكروبات كما في بشرة الجلد. وده يا جماعة سؤال متكرر للمرة التانية. الأسئلة يا أولاد والله محفوظة اللي في الامتحانات، احفظ الأسئلة تخش إيه تحل الامتحان إن شاء الله بكل بساطة. طيب، صحح ما فوق الخط، يعني يا جماعة اللي فوق الخط ده الغلط. تعال نشوف. بسم الله. البلاستيدة يا أولاد تعتبر بيت الطاقة في الخلية. يا دكتورة، الطاقة في الخلية يعني الـ ATP، واللي بيصنع الـ ATP في التنفس الخلوي ألا وهي الميتوكوندريا مش البلاستيدة. طيب، الأنسجة العضلية تخصصت في استقبال المؤثرات الحسية، استقبال المؤثرات الحسية سواء داخلية أو خارجية. يا دكتور، اللي بيحس هي الأعصاب، الحلمات الحسية أولاد هي نهايات الخلايا العصبية. يبقى دكتور النسيج العصبي مش العضلي، الأنسجة العصبية. طيب، يدخل في تركيب الـ RNA أولاد سكر دي أوكسيريبوز. يا دكتور دي 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 أوكسيريبوز سكر، يبقى يا دكتور الـ DNA وليس الـ RNA. طيب، الهرمونات يا شباب عوامل مساعدة تعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي في الخلية. يا دكتورة، اللي بتساهم في زيادة سرعة التفاعل تقليل طاقة التنشيط ألا وهي الإنزيمات مش الهرمونات. يبقى يا جماعة الإنزيمات وليس الهرمونات. كلام ممتاز. طيب، الشكل المقابل يمثل تركيب الحمض الأميني. مش باين يا ولاد الحمض الأميني، ولكن احنا أصلا ممكن نرسمه. بقول لك اكتب البيانات 1 2 3 4. يا سلام، مفيش رسمة، نرسمها احنا يا ولاد. عامل ازاي يا دكتور الحمض الاميني؟ لا، انا عايزك انت اللي ترسمه. تقول له والله يا دكتور في ذره كربون ماسكه في مجموعه كربوكسيل حامضيه دكتور سي او او اتش. تمام، اسمها كربوكسيل حامضيه. اكتب كده كربوكسيل حامضيه. تمام، ماسكه يا دكتور في مجموعه امين قاعديه يا جماعه ان اتش 2. انت اخدت في اول صفحه في كراسه الكيمياء او في كتاب الكيمياء ان يا دكتور الكربون تكافؤها رباعي، فبتمسك في اربع ذرات يا ولد او في اربع مجموعات. ماشي. طيب، قال لك يا دكتور ماسكه في ذره هيدروجين ومجموعه الكايل. قال لك يا دكتور ادي الكربوكسيل رقم 1 مثلا يا اولاد كده، دكتور رقم 2 الهيدروجين كده، رقم 3 مجموعه امين قاعديه. ماشي، 4 يا جماعه مجموعه الكايل التي تختلف من حمض امين الاخر. ده يا اولاد بالنسبه لي الحمض الاميني سؤال مهم جدا جدا جدا، تبقى انت عارف ترسمه صم زي اسمك كده. طيب، قارن بين الميكروسكوب الضوئي والالكتروني او بين الميكروسكوب الماسح والنافذ. يا دكتور استنى، الماسح يا اولاد كده كده الاثنين الكتروني، ولكن الماسح يا دكتور، وبقول لك من حيث الاهميه، الماسح يا دكتور يستخدم في دراسه سطح الخليه، زي مثلا تبص على الجدار الخلوي. لكن النافذ يا دكتور يستخدم في دراسه مكونات الخلية الداخلية، تبص على البلاستيدة، تبص على الميتوكوندريا، تبص على النواة، على الريبوسوم، على العضلات اللي جوه الخلية. ده بإيه؟ ده بالنافذ. زي الفل كده يا ولاد. الامتحان رقم 3 بفضل الله. الامتحان الرابع يا ولاد بسم الله الرحمن الرحيم، امتحان القليوبية 2023 بسم الله. قال لك أكمل العبارات التالية. انزيم البيبسين، فين البيبسين ده يا دكتور؟ قال لك ده اللي بيهضم البروتين في المعدة، يعمل في وسط، تقول له حضرتك وسط حامضي بي اتش كام يا ولاد؟ 1.5 الى، شاطر،
طيب بينما انزيم التريبسين اللي في الامعاء دكتور يعمل في وسط حمضي، لا يا دكتور وسط قلوي او قاعدي، يعني حضرتك بي اتش يساوي 8. احفظ الارقام دي صم. 2 يا ولاد بسم الله. النسيج الكولانشيمي، ركز بقى، انت عندك انسجه النبات البسيطه برانشيمي كولانشيمي سكالارانشيمي، اللي عايش برانشيمي كولانشيمي، اللي ميت سكالارانشيمي. خلايا جذورها او جذورها شباب مغلظه بايه؟ تقول لي يا دكتور الكولانشيمي مغلظ بيه السيليلوز، تمام؟ بينما السكالارانشيمي قال لك لا، ده السكالارانشيمي مغذى او مغلظ بماده اللجنين وكمان السيليلوز. بس يا دكتور اللجنين الاول، يعني لو طلب منك حاجه واحده بس قول له اللجنين، لان يا جماعه اللي بيميز السكالارانشيمي هو اللجنين، ومع سيلولوز مع سيلولوز، بس اللي بيميزه هو اللجنين، واللي بيميز الكولانشيمي السيلولوز. زي الفل. طيب تدخل اللايبيدات يا اولاد في تركيب ايه والاغشيه ايه؟ تقول لي حضرتك والله اللايبيدات بتخش في تركيب الخليه، يعني حضرتك تقريبا 5% يا اولاد من مكونات الخليه عباره عن اللايبيدات. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور بتخش في تكوين الاغشيه البلازميه، عندك دليل؟ طبعا عندي دليل. ده يا دكتور الغشاء البلازمي اصلا عباره عن طبقتين من الفوسفولايبيدات، الفوسفولايبيدات، لايبيدات يا اولاد معقده. طيب الجسم المركزي يوجد في الخلايا الهين ولا يوجد في الخلايا الهين؟ والله يا دكتور الجسم المركزي موجود في الخليه الحيوانيه، بس خلي بالك، خليك برنس بقى عشان تاخد ان شاء الله الفول مارك. قول له الحيوانيه ما عدا العصبيه. ولا يوجد في الخلايا النباتيه. مين ده؟ ده الجسم المركزي او السنتروسوم. طيب وضح بالرسم والبيانات مره تانية تركيب الخلايا العصبيه. خلاص بقى جايه في الامتحان، خليه عصبيه، خليه نباتيه، خليه حيوانيه، كده كده جايلك في الامتحان رسمه ترسمها، تمام؟ رسمناها مره. طيب اكتب المصطلح العلمي. يقوم بتنظيم مرور المواد من والى الخليه ويمنع انتشار البروتوبلازم خارج الخليه. اوعى تقول لي هذا الجدار الخلوي، ده بقول لك الجدار الخلوي حضرتك منفذ، لكن يا جماعه اللي هو شبه منفذ يا اولاد، اللي بيعدل حاجات بقوانين على حسب حاجه الخليه، الا وهو الغشاء البلازمي. يبقى دكتور اللي بينظم مرور المواد وبيمنع انتشار البروتوبلازم والسيتوبلازم خارج الخليه الغشاء البلازمي. كلام ممتاز. 2 صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. احماض امينيه يا شباب ترتبط مع بعضها بروابط ببتدئيه. ارسم يا اسطى اهو، حمض اميني ماسك في حمض اميني ماسك في حمض اميني ماسك في حمض اميني برابطه ببتدئيه. يا دكتور احماض امينيه ماسكه في بعضها تعمل لي بروتين؟ لا، طالما قال لك احماض ماسكه بروابط تقول لي يا دكتور تعمل لي سلسله عديد الببتيد. طيب 3 يقوم بالتخلص من العضيات المسنه التالفه داخل الخليه، يعني يا دكتور مثلا الخليه بتاعت حضرتك فيها ميتوكوندريا معجزه، اعمل فيها ايه؟ اقعد اندب جنبها؟ مالكيش لازمه ميتوكوندريا؟ قال لك لا، ابعت لها على طول لايسوسوم بيحتوي على انزيمات هضمه يفرتك الميتوكوندريا الهارمه. خلاص؟ يبقى والمسنه يعني يا جماعه، يبقى دكتور العضي اللي بيقوم بالتخلص من العضيات المسنه التالفه قال لك يا دكتور هو اللايسوسوم. ليه؟ لاحتوائه على انزيمات هضمه اللي انا بسميها يا جماعه ميه نار، لانها بتفرتك اي حاجه بتحط عليها. طيب تعال، انسجه تغطي سطح الجسم من الخارج وتبطن تجاويفه من الداخل. يا سلام يا دكتور، اللي بيغطي اللي بيطلي او اللي بيبطن هو النسيج الطلائي، تقول لحضرتك دي الانسجه الطلائيه. طيب عضيات توجد بالخلية تقوم بتصنيع البروتين. يا سلام يا سلام، حضرتك اللي بيصنع البروتين بشكل أساسي هو الريبوسومات، الريبوسومات. طيب يقوم بنقل الغذاء المهضوم والغازات والمواد الإخراجية، تقول لحضرتك اللي بينقل مثلا في جسم الإنسان هو الدم، واللي بينقل في الحيوان هو الدم برضه. فيا جماعة الدم في الإنسان اسمه ولاد نسيج ضام وعائي، المادة اللي بين خلايا شباب سائلة، تمام؟ زي مين؟ قول له دكتور زي الدم، وسط النقل الأساسي في الإنسان يا ولاد، تمام؟ حلو خالص. طيب قارن بين كل من مالي أو كل من الدي إن إيه والآر إن إيه من حيثه. تعال زي ما علمتك بقى، اعمل لي يا دكتور كده هو جدول عشان بإذن الله تقفل وتاخد الفول مارك. حط لي هنا الدي إن إيه وهنا الآر إن إيه وهنا جماعة وجه المقارنة، ماشي؟ قول لي بقى نوع السكر. يا سلام تعالى لي، قال لك يا دكتور السكر بتاع الدي دي 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 ان ايه، قال لك يا دكتور والله سكر دي اوكسي ريبوز، ولكن الار ان ايه ولاد سكر ريبوز. خلاص على طول. طيب اللي بعده يلا عشان تقفل على طول. الوظيفه سهله جدا، قال لك يا دكتور الدي ان ايه بيحمل يا ولاد الجينات، يعني حضرتك بيحمل المعلومات الوراثيه الخاصه بالكائن الحي التي تورث من كائن حي لكائن حي تاني، ولكن الار ان ايه دكتوره بيشترك مع الريبوسوم في تصنيع البروتين، هذا البروتين الذي يساعد في النمو مثلا انك تكبر او تنظيم الانشطه الحيويه في جسم الكائن الحي.
أو ظهور الصفات الوراثية. والدين يا ولاد بيساهم فيه ظهور الصفات الوراثية في جسم الكائن الحي، وكمان بتورث الجينات اللي عليه من كائن حي للتاني زي الفل. طيب صوب ما تحته خط، يعني يا دكتور اللي تحت الخط ده هو او اللي فوق الخط يا ولاد صوبه، شيله وحطه بداله. الأنسجة العصبية لها القدرة على الانقباض والانبساط. ها شفتها كم مرة النهاردة؟ مرتين. تقول لي يا دكتور الأنسجة العضلية، الأسئلة يا جماعة محفوظة ابصمها تلاقيها في الامتحان. طيب يخزن السليلوز في خلايا الكبد، لازم يجيلك سؤال على السكريات البسيطة والسكريات المعقدة. يخزن يا جماعة السليلوز في خلايا الكبد؟ لا يا دكتور، الجلايكوجين. الكبد ده دكتور مش في النبات، ده في الحيوان، يبقى حضرتك الجلايكوجين السكر المعقد في الحيوان. طيب طبقات مترصة فوق بعضها من الأغشية الداخلية توجد في البلاستيدة تسمى ايه يا ولاد؟ الستروما؟ قال لك يا دكتورة لا، الطبقات يا جماعة بتسمى الجرانا، حوالي 15 طبقة. طيب يدخل كل من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور، يعني يا جماعة سي و H و O و N و B في تكوين الأحماض الأمينية. يا راجل هل الحمض الأميني أصلا فيه فوسفور؟ لا، لكن حضرتك لما تدخل فوسفات وكولين و سي و H و O ممكن مثلا تقول يا دكتور ده تكوين الفوسفوليبيدات، ولا أي مشكلة خالص، الفوسفوليبيدات أو الليبيدات المعقدة سي و H و O و N و B زي الفل. طيب اين يوجد كل من النسيج الحرشوفي البسيط؟ تقول يا دكتور حرشوفي بسيط ده ابسط حاجه خدناها صف واحد من الخلايا المفلطحه، ده اولاد موجود في مكانين، بطانه الشعيرات الدمويه وجدر الحويصلات الهوائيه. حتى قعدنا نغنيها في المحاضره، بطانه الشعيرات وجدر الحويصلات، بطانه الشعيرات وجدر الحويصلات. طيب اليوراسيل والثيامين، يا سلام يا سلام يا سلام، ده حضرتك اليوراسيل قاعدة نيتروجينية موجودة في الـ RNA، لكن الثيامين موجودة في الـ DNA. خدت الفول ماركة وانت برنس بكل بساطة بكل شياكة. من العوامل التي تؤثر على سرعة الإنزيم، يا سلام ده كتير يا دكتور، أخذنا مثلا منهم درجة الحرارة والأس الهيدروجيني وتركيز المواد المتفاعلة ووجود المثبطات. اكتب اتنين ماشي. طيب يستخدم كشف البيوريت في الكشف عن ايه يا دكتور؟ با 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 بيوريت، يبقى يا دكتور بيكشف عن البي بي بي بروتين اهي، سهل. طيب اما الاولاد ليس مونيمر، ركز بقى، ليس مونيمر يعني يا دكتور مش مونيمر، مش صغنطوط، يبقى بوليمر عجل. تعال جزيء جلوكوز مونيمر، حمض امين مونيمر. مونيمر مين ده؟ البروتين. وده مونيمر مين؟ السكريات المعقدة أو الكربوهيدرات. نيوكليوتيد مونيمر الـ RNA والـ DNA، لكن حضرتك البروتين ده هو بوليمر يا ولاد وليس مونيمر. خلاص حلو قوي، يبقى يا جماعة كلهم مونيمرات ما عدا البروتين بوليمر. طيب تعتبر المستودع الرئيسي لإنزيمات التنفس بالخلية، يا دكتور إنزيمات تنفس بالخلية يعني إنتاج الطاقة، يعني يا دكتور الميتوكوندريا تنفس خلوي. طيب من الأنسجة التوصيلية الوعائية في النبات، يعني جماعة بتوصل نسيج وعائي يا أولاد. تعال نشوف الكولانشيمي وعائي، الكولانشيمي وعائي. لا يا دكتور ده نسيج بسيط مش وعائي ولا حاجة، ده يا جماعة الوعائي ده نسيج معقد زي الخشب واللحاء. البرانشيمي يا دكتور ليس وعائي، الاسكلانشيمي يا جماعة برضو ليس وعائي، لكن حضرتك الخشب نسيج وعائي صح. طيب من أمثلة البروتينات الفوسفورية، أوبا يا دكتور يعني بروتين فيه فوسفور، هيموجلوبين لا ده فيه حديد، احفظ بقى صم 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 يا جماعة. كل امتحان في سؤال عن البروتينات المرتبطة. السيروكسين يا دكتورة ده فيه يود مش فوسفور. الألبومين يا جماعة ده بروتين بسيط أحماض أمينية بس مفيش إضافات، لكن حضرتك الكازين فيه فوسفور. طيب تعمل البلاستيدات البيضاء على إيه يا دكتور؟ البلاستيدات يا ولاد ثلاث أنواع، الجدول بتاعهم في الكتاب مهم جدا، خضراء ملونة اللي فيها الكاروتين أحمر أصفر برتقالي وعديمة اللون بيضاء. قال لك يا دكتور البيضاء أهميتها إيه؟ بتلون؟ لا. بناء ضوئي؟ برضو لا. بتعمل إيه؟ قال لك الدكتورة تقوم بتخزين النشا. افتكر هي بيضاء يعني ما فيهاش لون، يعني يا جماعة لونها أبيض ما فيش لون، مش ملونة يا ولاد، فإذا بتخزن الحاجة البيضاء اللي هي النشا زي الفل. طب يا دكتور مين اللي بتقوم بالبناء الضوئي؟ السؤال برضو يا جماعة مشهور جدا جدا، أكيد يا دكتور الخضراء زي الفل. طيب مين يا جماعة اللي بيكون البروتين؟ الريبوسومات. مين اللي بينتج الطاقة؟ الميتوكوندريا زي الفل. طيب علل يا شباب لماذا لا تتأثر الخلية بالإنزيمات اللايسوسومية، يعني يا ولاد الخلية بتاعتنا جواها لايسوسومات وجواها إنزيمات هضمة، ليه يا جماعة الخلية ده هي ما بتتأثرش باللايسوسومات؟ تقول له حضرتك لأن الإنزيمات محفوظة داخل الحويصلات الإفرازية،
يعني يا جماعه الميه اللي جوه يا ولاد او الانزيم اللي جوه ده هو ما بيطلعش الا على الهدف بتاعه. واخد بالك انت اكنك معاك مسدس الطلق يموتك؟ لا، لانك حطه جوه المسدس ما بيطلعش الا على الهدف لما تنشم. فيا جماعه هذه الانزيمات موجوده ومحفوظه يا ولاد جوه الحويصلات الافرازيه. لما تيجي تقتل حاجه بتروح تتحد معايا يا دكتور. يعني افرض مثلا ان يا دكتور في ميتوكوندريا بهذا الشكل، هرمه مسنه عايزين نموتها نقتلها، ايه اللي يحصل؟ قال لك هذا الكيس يروح يا دكتور يلتحم الغشاء بتاع اللايسوسوم مع الغشاء بتاع الميتوكوندريا ولاد ويفتحوا على بعض في السكتي كده يا شباب، محدش حس بيهم. قال لك تقوم دخل الانزيمات على الميتوكوندريا مكسرها من جوه، موتتها، خلصت عليها. خلي بالك هل فيها دكتور انزيمات تناثرت او اتبعترت في الخليه؟ لا، لانها حضرتك محفوظه جوه الغشاء او الحويصله الافرازيه. فهمت حاجه؟ زي الفل. يبقى دكتور لان الانزيمات محفوظه داخل الحويصله الافرازيه ولا يتم افرازها الا على العضو المستهدف او العضي المستهدف. زي الفل. طيب، تستخدم الخلايا الحيه الليبيدات كمصدر للطاقه في غياب الكربوهيدرات. يا جماعه احنا قلنا بالترتيب يا ولاد الخلايا بتاعتنا بتستخدم البوليمرات ازاي عشان تجيب طاقه. اول حاجه يا شباب الكربوهيدرات. ليه رخمه؟ لا، لان يا دكتور الكربوهيدرات هي الاسهل يا ولاد. طيب، ثم قال لك ثم الدهون. الدهون يا ولاد الطاقه الناتجه منها اكبر بكتير من الكربوهيدرات. امال يا دكتور بقى الخليه بتروح على الكربوهيدرات القليله ليه؟ قال لك هي مش قليله قوي يعني، ولكن هي بتروح على الكربوهيدرات لانها سهله. ولكن يا جماعه الحصول على الطاقه من الدهون بيكون اكيد طاقه اعلى ولكنها اكثر صعوبه. يعني عشان تمسك الحمض الدهني تجيب منه طاقه ده حاجه صعبه معقده اكتر من الكربوهيدرات. واخد بالك انت؟ فيا شباب تستخدم الخليه الحيه الليبيدات كمصدر للطاقه لان الليبيدات مصدر مهم للطاقه في الخليه بعد يا جماعه نفاذ الكربوهيدرات. ولكن لازم تقول له بقى انك فاهم ودكتور وعارف الحصول على الطاقة من الدهون يكون أصعب من الكربوهيدرات. لذا تلجأ الخلية إلى استخدام الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، وعندما تنفذ الكربوهيدرات تستخدم الخلية الدهون. لازم تقول له إنك فاهم ولا امتحان مقالي وأنت راجل أزهري، ما تستخسرش في نفسك كلمة، كل اللي أنت عارفه اكتبه. تمام؟ طيب، ده ولاد بالنسبة لي الامتحان الرابع. هيا بنا يا دكاترة حلوين على الامتحان رقم 5. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الامتحان يا جماعة رقم 5 والأخير بسم الله الرحمن الرحيم، امتحان الغربية. السؤال الأول، المصطلح العلمي تركيب خلايا شباب مسؤول عن تخليق البروتين. ها، زهقت ولا ما زهقتش؟ زهقت يا دكتور؟ خلاص بقى حفظناها، الريبوسومات. طيب، نسيج مؤلف من طبقة واحدة من خلايا مفلطحة. ركز بقى، طبقة واحدة يا دكترة يعني نسيج بسيط. تمام، بعمل كده يا جماعه مايند سيت، بظبط دماغي، بظبط الترموستات، واخد بالك انت، او الثرموستات، من خلايا مفلطحه يعني يا دكتور نسيج حرشوفي بسيط. ناكد عليه، موجود يا دكتوره في بطانه الشعيرات الدمويه. بس خلاص يا دكتوره، والله حرشوفي بسيط. طيب اللي بعده، ميكروسكوب تصل قوه تكبيره ل 1500 مره كحد اقصى. يعني يا جماعه اقصى قوه تكبير له 1500. تقول لحضرتك ده الميكروسكوب الضوئي. طيب، يدخل في تركيبها كربون وهيدروجين واكسجين وفوسفور ونيتروجين. يا جماعه سي واتش واو وان وبي للمره الثانيه يا ولاد. تقول لحضرتك الفوسفولايبيدات او يا دكتور اللايبيدات المعقده. طيب، اذكر وظيفه الجدار الخلوي للمره الثانيه. تقول على فكره يا جماعه ده سؤال من الجيزه وسؤال من الدقهليه وسؤال من الغربيه، والاسئله نفسها ده دليل على ايه؟ على ان يا جماعه الامتحان بتاعك يتقفل سهل. طيب، حضرتك الجدار الخلوي ده اهو وظيفته يا ولاد ان هو قلنا قبل كده يا جماعه يكون بتدعيم الخليه واكسابها الصلابه والقوه. ليه؟ لاحتوائه على السيلولوز، وتقول له ان السيلولوز ماده صلبه اللي انت عارفه في الامتحان اكتبه كله، اللهم بلغت. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور والله كمان يقوم بنقل او يسمى يا جماعه في نقل المواد داخل الخلايا النباتيه. تمام؟ لان الجدار الخلوي دكتور جدار منفذ، يقوم بعبور او يقوم بنقل الماء والاملاح لانه جدار منفذ. زي الفل. طيب، اختار بسم الله. تخير الفاظ الازهر جميله، تخير الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. 1، دهون سائله تتكون من تفاعل احماض دهنيه غير مشبعه مع جليسترول. يا دكتور احماض دهنيه غير مشبعه يعني زيوت وسائله. تمام، الدهون لا، الشموع لا، كوليسترول لا. اللي بعده، من الانسجه المركبه في النبات. مركبه يا دكتور يعني معقده. برانشيمي لا ده بسيط، كولانشيمي لا ده بسيط، اسكلرانشيمي لا ده بسيط، اللحاء يا دكتور ده مركب او معقد، هو الخشب اخوه.
طيب يزيد الانزيم من سرعه التفاعل الكيميائي عن طريق ايه؟ والله يا دكتور الانزيم ده هو بيزود السرعه ازاي؟ قال لك بيقلل طاقه التنشيط. يعني حضرتك بدل ما كانت مثلا 100 كيلو جول بيخليها يا جماعه او 100 كيلو كالوري بيخليها دكتور 50 بس، يبقى يا جماعه تقليل طاقه التنشيط. تمام؟ بيطلق طاقه؟ لا. بيمتص طاقه برضو؟ لا. زياده طاقه التنشيط؟ لا يا دكتور، بيقللها مش بيزودها. 4، جميع العضيات يا اولاد التاليه توجد في الخليه الحيوانيه ما عدا، تعال نشوف، ميتوكوندريا موجوده، جولجي اباريتس او جهاز جولجي موجود، جسم مركزي اكيد موجود، لكن العصبيه لا. ولكن يا دكتور البلاستيدات الخضراء مش موجوده يا اولاد الا في الخلايا النباتيه. خلاص، حلو جدا. طيب، علل لما هاتي تستطيع بعض الحيوانات ان تحافظ على درجه الحراره في البرد الشديد. يا جماعه السؤال بيتكرر المره الثانيه، كان جاي من شويه بس بصيغه مختلفه، كان بيقول لك قول لي اهميه الدهون في الدب القطبي. تقول له حضرتك لان هذه الحيوانات تخزن او تختزن الدهون اسفل الجلد عندها لكي تقوم بالحفاظ او لكي تحافظ على الحراره الخاصه بها ولا تتسرب للوسط المحيط. اذا يا دكتوره هذه الكائنات تحافظ على درجه الحراره الخاصه بها عن طريق الدهون المخزنه تحت الجلد لانها تمنع تسريب الحراره. طيب، الانسجه العصبيه مسؤوله عن تنظيم الانشطه المختلفه لاعضاء الجسم. سهله يا دكتور، لان الخلايا العصبيه تقوم ب، ركز بقى، استقبال المؤثرات العصبيه سواء كانت داخليه او خارجيه، ثم نقل هذه المؤثرات الى المخ والحبل الشوكي، ثم مخك يحللها. يقوم الدكتور بإرسال الأوامر العصبية، فدكتور هذه الأوامر بيتم نقلها، نقل الأوامر يا دكتور الحركية أو العصبية عبر الخلايا العصبية إلى مكانين، سواء دكتور العضلات أو الغدد، عشان الدكتور تستجيب وتحافظ على حياة الإنسان وأداء وظائفه والحياة بشكل كبير. يبقى دكتور هي فعلا مسؤولة عن تنظيم الأنشطة المختلفة لأعضاء الجسم لأنها أولاد بتستقبل المؤثرات، مخك يحلل المؤثر يستجيب بشكل مناسب للمؤثر ده. خد بالك أنت، زي الفل. وضح برسم كامل البيانات تركيب الخلايا النباتية للمرة الثالثة. أنت متخيل في 4 امتحانات أو في 5 امتحانات 3 مرات يقول لك ارسم الخلايا النباتية، هتيجي في الامتحان وش؟ طيب، تكلم عن دور السكريات الأحادية في عملية إنتاج الطاقة داخل خلايا الكائن الحي. ماشي، تعالى يا دكتور، حضرتك اشهر سكر احادي اسمه الجلوكوز. تقول له كده الجلوكوز يستخدم في عمليه التنفس الخلوي داخل مين؟ من عضو انتاج الطاقه؟ الميتوكوندريا. تمام، حيث تقوم الميتوكوندريا بحرق او اكسده يا اولاد الجلوكوز في وجود الاكسجين لكي يتم انتاج 38 جزء من الاي تي بي. اذا تستخدم الخليه الجلوكوز او السكر الاحادي في انتاج الطاقه يا اولاد او الاي تي بي. طيب، قال لك يا دكتوره في غياب الاكسجين يا اولاد يتم انتاج من كل جزء جلوكوز 2 اي تي بي فقط. ده يا جماعه اسمه تنفس خلوي لا هوائي، لكن يا جماعه اللي في وجود الاكسجين اسمه تنفس خلوي هوائي. تمام، حلو جدا هذا الكلام، زي الفل. يا سلام بقى على العظمه لو رسمت له الميتوكوندري عشان تعرف ان، او عشان تعرفه انك انت مذاكر وعارف ان التنفس ده بيحصل فيه الميتوكوندري، زي الفل. طيب اكمل، تتكون البروتينات من احماض امينيا فقط. تقول لي يا دكتور استنى، بروتين عباره عن حمض امينيا فقط؟ ده يا دكتور البروتين البسيط زي مين؟ زي الالبومين، زي الفل. انزيم ايه يعمل في بي اتش حامضيه؟ سهله يا دكتوره، يعني 1.5 ل 2.5 مثلا. قال لك يا دكتوره ده انزيم البيبسين. فين؟ في المعده. طيب، جهاز ايه يستخدم في دراسه سطح الخليه؟ يا دكتور اللي بيدرس سطح الخلايا من بره اللي بيمسحها من بره، تقول له حضرتك ده الميكروسكوب، مايكروسكوب الكتروني مش ضوئي وماسح. خلاص، ده برضو يا جماعه اتكرر، خد بالك انت. البلاستيدات الملونه تحتوي على ايه التي تتباين الوانها بين الاحمر والاصفر والبرتقالي؟ تقول يا دكتور والله تحتوي على صبغات او اصباغ يا اولاد الكاروتين. الكاروتين احمر اصفر برتقالي. طب زي الفل، اذكر اهميه للمره الثالثه او الرابعه الحمض النووي ار ان اي. قلناها قبل كده كتير بقى دكتور، خلي بالك سؤال مهم جدا جدا جدا. تقول له يا دكتور والله يقوم بتصنيع البروتين الذي يساهم في كل من، اول حاجه يا دكتور ظهور الصفات الوراثيه وتنظيم الانشطه الحيويه في جسم الكائن الحي. طيب، الغشاء البلازمي قلناها يا جماعه برضو بس بطريقه ثانيه. تقول له حضرتك الغشاء البلازمي اول حاجه يمنع انتشار البروتوبلازم خارج الخليه. اول حاجه يا دكتور بيحافظ على مكونات الخليه، يعني يا جماعه السور اللي جوه الخليه اللي بيحافظ عليها. ثاني حاجه يا اولاد هو غشاء بلازمي شبه منفذ، يعمل ايه؟ ينظم مرور المواد من والى الخليه، لانه غشاء شبه منفذ يعمل على مرور الماء
ويحدد نفاذ كثير من الأملاح والذائبات. زي الفل. طيب ما هي طرق زيادة التباين بين أجزاء العينة عند الفحص الميكروسكوبي للحصول على صورة أكثر وضوحا؟ يا دكتور لو حضرتك بتستخدم ميكروسكوب وعايز ضوئي وعايز توضح الصورة أكثر وأكثر تعمل إيه؟ قال لك اعمل حاجتين. أولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، تغيير مستوى الإضاءة، ابدأ علي وزود في الإضاءة، يعني افتح وقفل على اللمبة، ماشي؟ تغيير مستوى الإضاءة. إيه كمان؟ قال لك أكثر تاني حاجة استخدام الأصباغ يا ولاد التي تقوم بزيادة وضوح العينة، ولكن قل له هذه الأصباغ لها عيب. تعرفه؟ شاطر، يلا ممتاز، شاطر يا به. يقول لك يا دكتور هذا العيب ألا وهو قتل العينات الحية أو قتل الخلايا الحية التي يتم صبغها. طيب استخرج الكلمة الشاذة، بسم الله الرحمن الرحيم، كازين ده دكتور بروتين مرتبط بيحبهم قوي قوي في الامتحانات، في أي امتحان سؤال على البروتين المرتبط. ثيامين قاعدة نيتروجينية، ثيروكسين بروتين مرتبط في يود، البيومين بروتين بسيط. ركز بقى معايا الله يكرمك. بص يا سيدي، كازين يا ولاد ده بروتين، ثيروكسين ده بروتين، البيومين ده بروتين، ولكن حضرتك الثيامين دي قاعده نيتروجينيه، يبقى يا جماعه كلهم بروتينات ما عدا الثيامين قاعده نيتروجينيه. تمام؟ قول له كده كلهم بروتينات الا الثيامين قاعده نيتروجينيه. طيب سكر قصب، سكروز سكر ثنائي، سكر لبن لاكتوز سكر ثنائي، سكر عنب جلوكوز سكر احادي، سكر شعير يا دكتور ملطوز سكر ثنائي. يبقى دكتور المختلف هو سكر العنب، الباقي سكرات ثنائيه. سهله سهله. طيب اميبا، بكتيريا، حوت، براميسيوم. يا دكتور اميبا بكتيريا حوت براميسيوم؟ الاميبا يا ولاد والبكتيريا والبراميسيوم دول حضرتك كلهم كائنات حيه اوليه، بسيط التركيب خالص يا ولاد، لكن حضرتك الحوت ده كان حي يا ولاد متقدم، خد بالك انت. يبقى يا جماعه الحوت هو الكلمه المختلفه والباقي كائنات حيه اوليه. طيب ركز بقى، نسيج حرشوفي مصفف معقد طبقات فوق بعضها، نسيج حرشوفي بسيط، نسيج مكعبي بسيط، نسيج عمادي بسيط. يا دكتور كلهم انسجه بسيطه عباره عن صف واحد من الخلايا ما عدا النسيج الحرشوفي المصفف عباره عن طبقات متعدده من الخلايا. يبقى دكتور كلهم انسجه بسيطه عباره عن صف واحد من الخلايا ما عدا النسيج الحرشوفي المصفف. تمام زي الفل. قارن بين كل من البلاستيدات البيضاء والخضراء من حيث الصبغيات. يا دكتور جماعه هي مكتوبه غلط، هي الصبغات يا اولاد، صبغه واخد بالك انت. حلو، تقول لحضرتك الخضراء فيها يا دكتور صبغه اسمها الكلوروفيل لونها اخضر. تمام؟ ادي حضرتك الصبغه اللي في البلاستيدة الخضراء، لكن يا دكتور البيضاء دي يا جماعه بلاستيدات عديمة اللون، لا تحتوي على اي صبغات او اصباغ. تمام؟ يبقى دكتور البيضاء ما فيهاش اصباغ عشان كده بيضاء او عديمة اللون، لكن الخضراء فيها كلوروفيل اخضر. سهله سهله. طيب عمليات البناء والهدم قلناها يا جماعه في اول امتحان، قال لك يا دكتور البناء ده عباره عن استخدام مواد اوليه بسيطه التركيب عشان ابني بوليمر، عمليه البلمره استفيد بيه في الخليه، زي مثلا بناء البروتين من احماض امينيه، او بناء الدهون من احماض دهنيه، او بناء السكرات المعقده مثلا زي الجليكوجين او النشا او السيلولوز من سكرات احاديه زي الجلوكوز. طيب اما الهدم يا ولاد عمليه استخلاص الطاقه اللي موجوده في الجزيئات الكبيره، ان حضرتك تكسر الرابط الكيميائيه التساهميه بين الجزيئات الكبيره عشان تنتج مركبات ابسط تركيبة. قلنا يا جماعه الكلام ده في اول امتحان. طيب اذكر دور الكروماتيد في نقل الصفات الوراثيه، يعني سؤال والله سهل يا ولاد بس يعني ايه اعتبره مثلا اصعب سؤال في الخمس امتحانات. يقول لك ايه دور الكروماتيد في نقل الصفه الوراثيه؟ يا جماعه هو ايه الكروماتيد ده؟ تقول لي يا دكتور الكروموسوم في الخليه عباره عن عصيان يا ولاد، اتنين كروماتيد، ادي كروماتيده وادي كروماتيده، فتقول له كده الكروماتيدات تكون الكروموسومات. وبعدين يا حاج قال لك والله لما تكونها هذه الكروموسومات تحتوي على الدي ان ايه والهستونات، ما انت عارف بقى ان اللي بيكثف الدي ان ايه الهستونات، صح كده؟ الدي ان ايه يا دكتور هو الذي يقوم بنقل الصفات الوراثيه من الاباء يا اولاد للابناء. يعني حضرتك واخد مثلا لون العيون من والدك ووالدتك، ازاي؟ جين في الدي ان ايه. تمام؟ حلو جدا. يبقى يا دكتور الكروماتيدات تكون الكروموسومات، والكروموسومات يا دكتور اللي هي اسمها الصبغيات
عباره عن دي ان ايه وهيستونات. يبقى فرق بقى كويس جدا جدا جدا. حاجه اسمها صبغيات، ده يا دكتور يقصد الكروموسوم، وحاجه اسمها الصبغات يقصد الاصباغ زي الكلوروفيل او الكاروتين. تمام؟ يبقى يا جماعه صبغيات كروموسومات، اصباغ او صبغات ما فيهاش ايه، يبقى اصباغ زي الكلوروفيل والكروماتين. يبقى يا جماعه الكروماتيد مساهم في تكوين يا اولاد الكروموسومات في الخلايا الحيه، والكروموسوم عباره عن دي ان ايه مكثف بهستونات. فكك من الهستونات، الدي ان ايه يا دكتور ده الحمض النووي الذي يحمل الصفات الوراثيه او ينقل الصفات الوراثيه من الاباء للابناء. اذا يا دكتوره الكروماتيدات تساهم في نقل الصفات الوراثيه من الاباء للابناء عبر الدي ان ايه الذي يوجد في داخلها. وبس كده يا شباب، دول كانوا 5 امتحانات شامله، ابعتوهم يا شباب لكل اصحابكم وخلوا الفايده تعم. وبس كده يا اولاد، يعني دعواتكم، وان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتم، وباذن الله ربنا يعدي الامتحان على خير. وانا اكيد اكيد بحبكم في الله، واكيد هنلقاكم ان شاء الله يا شباب على خير في الترم الثاني على المنصه وعلى اليوتيوب كمان. صلاه الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وقفل للذي حز العلا من هاشم احمد المختار من ساده الاول وعلى ال وصحب ساده ليس فيهم عاجز الا بطل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا بطل.